حتى المواطنين هنا راهم ملتزمين والحمد لله، والفضل كله لله سبحانه وتعالى، ونطلب من ربي يرفع علينا هذا البلاء والحمد لله على كل شيء. من الولاية سعيدة راهم رفعوا عنا الوباء، ولا قبال الولايات الاخرين ان شاء الله، ان شاء الله قاعد نعيشوا في الامان، راه يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله بربي. كما قال لك هذه الفرحة العارمة اللي راها في ولاية سعيدة، وهي رفع الحجر على ولاية سعيدة. الشكر والتقدير الى كل السلطات الأمنية والى الجيش الابيض اللي نحييهم على المجهودات اللي كانوا يبذلوا فيها فتره هذا الوباء. كما الفضل يعود الى الله عز وجل، ثم مواطني ولايه سعيده اللي راهم ملتزمين بالاطر القانونيه، وهي ارتداء الكمامات، بعد المسافات. احنا نتمنى ان شاء الله ان هذا الربع هذا الحجر، ان المواطنين ولايه سعيده انهم يحافظوا على هذه الوقائيه، والحمد لله شيء كما قال لك احنا الله يجعل ربي يرفع علينا هذا الوباء. الحمد لله اللي رفعوا علينا هذا الحجر الصحي، كنا مغمونين الله غالب، وربي يرفع علينا البلاء ان شاء الله. وراه وفروا لنا الكمامات باطل، الله يبارك على السلطات هذو تاع البلديه، الله يحفظهم، والله يحفظ كاع الاطباء اللي كانوا بادلين هذا الجهد، والله ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله. علينا ربي هذا الوباء، وان شاء الله نتمنوا كما رفع علينا الولايات الاخرين، كان نتمنوا لهم كما رفع علينا يرفع عليهم، والحمد لله. ونتمنوا ان شاء الله نحافظوا على هذه الالتزامات، والله يخلف على السلطات تاع البلديه، راهم كلشي موفرينه هنا كمامات كلشي، الله يبارك والله يبعد علينا.